بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الثالثة عن الصيغ والدوائر. تعريف الدالة عبارة عن مجموعة تعليمات برمجية تستخدم لإجراء عملية حسابية معينة، وكل دالة لها وظيفة محددة تبدأ بعلامة المساواة. اللي أمامنا جدول يمثل قائمة رواتب شهر أيلول، الأسماء والمبالغ لا على التعيين، لحساب مخصص المهنية الراتب الاسمي في 20%، نضع المؤشر على الخلية المرادفة، حساب المخصص المهنية بهاي الحالة احتاج الى دالة الضرب، نضع مؤشر المساواة، عدة طرق لحساب الدالة. الطريقة الاولى نضع المؤشر المساواة ووضع المؤشر على الخلية C4 في 20%، اضغط على مفتاح الانتر حتى احصل على النتيجة. هاي الطريقة الاولى لحساب دالة الضرب. اما الطريقة الثانية فهي من الصفحة الرئيسية جمع تلقائي، راح نبدأ لكم واختار دالات اضافية او من صيغ من دوال، احدد الدالة اللي احتاجها تكون مالية، منطقية، ناس، تاريخ او وقت. لحساب مجموع الاستحقاق اللي هو ناتج عن الراتب الاسمي زائد مجموع مخصصات الزوجية والاولاد والمهنية، من الصفحة الرئيسية اختار جمع مجموع، حدد لي مدى الخلايا من C4 الى F4 واضغط على مفتاح الانتر. نسبة التقاعد هي حاصل ضرب الراتب الاسمي في 10%، من جمع تلقائي دالات اضافية. الطريقة الثانية لحساب دالة الضرب، اختار دالة الضرب وموافق، احدد الخلية C4 احدد النسبة 10%، موافق. لحساب مجموع الاستقطاع وحاصل جمع تقاعد زائد السلك يساوي. الطريقة الثانية هي الجمع، احدد الخلية زائد، حدد الخلية الثانية انت. لحساب المدفوع احتاج الى عملية الطرح، ولحساب مجموع الاستحقاق ناقص مجموع الاستقطاع، وضع مساواة، احدد الاستحقاق عدد الخلية ناقص مجموع الاستقطاع واضغط على مفتاح الانتر. ان الموظف يتمتع مخصصات مهنية، اعيد نفس الخطوات، يساوي هنا عندك راح احدد العمود، بس لاحظ هنا عندك راح تحدد الصف سي الصف السابق، علامة الضرب، وحدد النسبة 20%، اضغط على مفتاح الانتر. لحساب مجموع الاستحقاق الموظف الثاني، حتى لا اضغط على الخلية هنا، شوف راح يتغير شكل المؤشر الى زائد، وابدي بالسحب الى نهاية اخر موظف. كذلك بالنسبة للتقاعد حتى اوفر جهد ووقت، ايضا مجموع الاستقطاع
والمدفوع إلى نهاية آخر وضع. ناشف اللاحظة السبت لا ما قمنا بعملية السحب ولا حسبنا لها أي دالة لما عبارة عن مبلغ مقطوع. انتهت محاضرتنا.